مختبرنا إن شاء الله اليوم حيكون هو عن الـ RBC count. طبعا هو هسه شوفوا مختبر جدا بسيط وسهل، بس انتو المهم تفتهموا، من راح تشوفون الفيديو راح تفتهموا إن شاء الله أكثر. ناخذ كإنترودكشن بسيطة عن الـ RBC. الـ RBC make up almost 45% of the blood volume، يعني إذا تشوفون أنتو هذا البلد فوليوم كل هذا بالجسم، نسبة الـ RBC تقريبا 45%، وهي نسبة كلش كبيرة تشكل لنا من البلد. نشوف الفانكشن مالت الـ RBC شنو وظيفتها. طبعا هي carry oxygen from the lungs to every cell in the body. Red blood cells are composed predominantly of protein and iron compound called hemoglobin. الـ RBC طبعا أهم مكون بيها اللي هو شنو؟ هي بروتين الهيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين طبعا مو كله بروتين، وإنما يتكون من جزئين اللي هو الهيم معناتها الأيرون الحديد، والجلوبين هو الجزء الآخر البروتين. شنو وظيفة هذا الهيموغلوبين؟ هو capture oxygen molecules as the blood moves through the lungs giving blood it is red color. إذا احنا نسمع نقول الفانكشن of the RBC هي الكاري الأكسجين. من يقوم بهاي الوظيفة؟ يقوم بهاي الوظيفة الهيموغلوبين الموجود داخل الـ RBC. بالإضافة إلى ذلك الصبغة الحمراء للـ RBC مسؤول عنها الهيموغلوبين، تمام؟ As blood passes through body tissues, hemoglobin then releases the oxygen to cells through the body. Red blood cells are so packed with hemoglobin that they lack many components including a nucleus found in other cells. يعني يقول هنا أنه الهيموغلوبين موجود بالـ RBC، ولكن الـ RBC تفتقد إلى وجود النيوكلياس. أنتوا تعرفون أغلب الخلايا الموجودة بالجسم تحتوي على نيوكلياس، لكن الـ RBC لا تحتوي على نيوكلياس، وهذا الشيء اللي يميزها. Each RBC is biconcave disc having a diameter of 7.2 micron and thickness of 2.2 micron. كنا نعرف الشكل مالت الـ RBC يكون بايكونكيف. يعني شنو بايكونكيف؟ يعني مقعرة من الجانبين، هاي تعطيها مرونة بالحركة بالبلاد فيزلز، تمام؟ فيكون الدايمتر مالتها 7.2 مايكرون والثيكنس مالتها 2.2 مايكرونز. This cell contains the pigmented hemoglobin which enable them to transport oxygen around the circulation. They also contain the enzyme carbonic anhydrase which enable them to carry CO2. يعني هي الهيموغلوبين طبعا الموجود بالـ RBC مثل ما قلنا هو ينقل لنا الاكسجين من اللانج الى بقية التشو الموجودة عندنا، وبنفس الوقت راح يحمل CO2 من التشو وين يرجعها لللانج. What is the aim of the experiment? RBC count is done to determine whether there is an adequate number of RBC in the circulation or not. بس احنا اليوم شو الهدف مالت التجربة مالتنا؟ ليش نريد نسوي counting لل RBC؟ طبعا حتى احنا اكيد راح نعرف النورمال رينج بالنسبة مثلا للأدلت او مثلا للشايلد، للومن او المان. بعد ان عرفنا النورمال رينج هنحسب الـ RBC count، وبهالحالة راح نعرف انه ضمن الـ normal range لو لا. الميثودز اللي راح نستخدمها بالـ counting of RBC طبعا عندنا 2 methods، يا اما حتكون الـ manual method الطريقة اليدوية اللي حنستعملها بالمختبر مالتنا، او الـ electronic cell counting اللي هي طبعا عن طريق ماشين خاص الكتروني بس ندخل به السامبل مالتنا هو اوريدي راح يحسب لنا الـ RBC. احنا الشغل مالتنا راح يكون مانيوالي.
المانوال ار بي سي كاونت ماتيريال اند انسترومنتس، شنو المواد اللي راح نستخدمها في التجربة مالتنا؟ طبعا اول شيء نحتاج الى انتي كوغولانت سبستانس اللي هي منو عندنا الاي دي تي اي والهيبارين، هاي المواد معروفة نستخدمها كأنتي كوأجيلانت مانعة للتخثر. مش وقت راح نستخدمها، نستخدمها مثلا من عندنا بلاد سامبل، مثلا عندنا تيست تيوب أو ساحبين كمية مثلا معينة من البلاد نضيف لها هذه المادة حتى نمنع التخثر مالتها، لكنه احنا بالمختبر هسه ما راح نشتغل، ما راح نحتاج لها. ليش؟ لأن احنا دا نستخدم الكابيلاري بلاد. شنو الكابيلاري بلاد؟ الكابيلاري بلاد هو هذا البلاد اللي انحصل من الفنجر مالتنا، من الأوعية الدموية الشعرية الموجودة بالفنجر مالتنا. هذا دحين تشوفوه راح نستخدمه مباشرة من حضله مواد مانعة على التخثر. ليش؟ لأن هذا الكابيلاري بلاد أصلا يعني البلاد اللي موجودة هنا ذكرناها سابقا تكون قليل، عددها قليل فما يتخثر بسرعة، فنقدر نستخدمها أثناء التجربة وما يتخثر عندنا. هذا أول شيء. نجي على الهايم سوليوشن. هايم سوليوشن طبعا هذا الديلوتينج فلويد اللي حنستخدمه بهاي التجربة، وهذا جدا جدا مهم تركزون عليه على اسمه، لأن يعني هو الأساس بهاي التجربة. احنا عندنا ار بي سي وراح نحتاج إلى نخففها، والمادة اللي حنخفف بيها هي الهايم سوليوشن أو نسميه بالديلوتينج فلويد. مكوناته هاي شوفوا مكوناته، طبعا ما مطلوبة للحفظ فقط للاطلاع، لكنه المطلوب من عندكم انه اسمه جدا تركزون عليه. بعد ايش نحتاج بالتجربة؟ نحتاج ال RBC pipette. طبعا هاي ال RBC pipette اريدكم تركزون على مكوناتها، على التدريجات مالتها، كلش مهمة لان تجيكم بالامتحان، حتى تفاصيلها شكلها شلون نميزها على انذر بايبت. هسه تشوفون ان شاء الله المختبر الجاي راح نستخدم الوايت بي سي كاونت، والبايبت تكون متشابهة جدا مع الار بي سي كاونت بايبت، لكن اختلافات حتكون بنوع الخرزة، اختلافات راح تكون بالتدريج، فجدا مهم تعرفون مكوناتها وتدريجاتها. الار بي سي بايبت which is composed of a steam and mixing chamber with a red bead. تشوفوها انتو بهاي الصورة هنا البايبت هاي على صفحة، تشوفون هذا الجزء المستقيم الطويل هذا نسميه ستيم اللي هو الساق، وهذا البالب الجزء المنتفخ هو الميكسينج تشامبر. طبعا التدريج مالت البايبت كليتها 101 يونت، 101 يونت. هذا الجزء الستيم الساق هو كله 1 يونت، وهذا الميكسينج تشامبر كلها 100 يونت، 101 كلها صارت التدريجة مالتها. زين بعد ايش عندنا بالميكسينج تشامبر؟ تشوفون اكو خرزة حمراء اللي هي هاي الريد بيد. هاي شنو الفائدة مالتها؟ الفائدة مالتها بالميكسينج، لان يعني انا هنا راح يصير عندي الديلوتينج فلويد وراح يكون عندي البلاد، هاي تفيدني بعملية الميكسينج. وبالاضافة الى ذلك حتى اميزها على الوايت بي سي بايبت اللي هناك تكون الخرزة مالتها بيضة، بينما هنا تكون الخرزة مالتها حمراء. بعد ايش احتاج؟ احتاج الى هيموسايتوميتر لنيوبر تشامبر اللي تشوفوه هنا بالصورة. هذا السلايد، هذا السلايد هو السلايد الخاص بالار بي سي كاونتينج، شو نسميه؟ يا اما نيوبر تشامبر او هيموسايتوميتر تشامبر، هو السلايد هيج اسمه. تمام، ونحتاج وياه كفر سلب. زين هذا التشامبر هو نفسه حنستخدمه بهذا المختبر بالكاونتينج للار بي سي، ونفسه حنستخدمه ان شاء الله الاسبوع القادم بالكاونتينج اوف وايت بي سي. بعد شو راح احتاج؟ طبعا راح احتاج الى مايكروسكوب، الى لانسات وكحول وكوتون، هاي المواد مالتنا اللي نستخدمها. نجي هسه على البروسيجر، شلون حنشتغل؟ wipe your fingers with cotton soaked with alcohol and allow it to dry.
With a sterile disposable lancet with more bike on the fingertip, when a drop of reasonable size has collected, hold the red blood cell pipette slightly tilted from the vertical position. Apply its tip to the drop and aspirate blood to the mark 0.5. طلاب جدا مهم، أول ما تبدون رجاءً قطنوا كحول مسحون إصبعكم قبل ما تسوون برايك بالإصبع، لأن أنا أشوفكم أثناء الشغل مرات رأسا تسوون تشكة وتطلعون بلاد من الفينجر بدون تعقيم، وأنتوا إيديكم ملوثة والمختبر يعني هواي نشتغل بيه من واحد لواحد، ما تتصورون حجم الأمراض اللي ممكن أن تنقل يعني إلكم، فرجاءً لا تنسون تستخدمون الكحول أول شيء. إن سوينا برايك حصلنا على مثلا دروب اوف بلاد عن طريق البايبت اللي انتو هسه شفتوها بالصورة، راح اسحب بلاد لحد وين؟ لحد 0.5. قلنا هي مدرجة، الستيم كله قلنا 1 يونت، بس أنا ما راح اسحب الواحد يونت كلها، لا نوصها لحد 0.5. زين، wipe off any blood adhering to its outer side، يعني شنو؟ ننظف أي blood ممكن أن يصير على الجزء الخارجي من البايبت. If the blood gets beyond the 0.5 mark, tap the tip gently till the blood is exactly at the mark، يعني لازم نوصل البلاد لحد ال 0.5 mark، إذا صار شوي أكثر من عنده نحاول ننزل من عنده إلى أن يصير مضبوط على ال 0.5. Never allow the blood to clot inside the pipette. طبعا احنا من نشتغل شوية نحاول انه نعجل بالشغل مالتنا، لانه التأخير يؤدي الى التخثر داخل البايبت، وحتى صعب تتنظف البايبت بهاي الحالة. If the blood clot in the pipette, blow the sample out, clean the pipette and begin all over again. بعدها aspirate diluting Heim solution to the 1.01 mark, thus making من 1 إلى 200 dilution of the blood. تمام، أني هسه إيش عندي بالبايبت؟ عندي سحب بلاد لحد ال 0.5 mark، إيش أسوي؟ أجي أكمله للنهاية بمن بالهايم solution اللي هو diluting fluid عندي. وش اسوي له؟ اسوي له ميكسينج. تمام، اخلي البايبت ما بين السبابة والابهام واحرك البايبت حتى يصير عندي ميكسينج بين ما بين البلد اللي انا سحبته وما بين السوليوشن اللي انا خلته. هذا الميكسينج وين راح يكون؟ راح يكون بهذا الميكسينج تشامبر، ومساعدة الخرزة الموجودة راح يسوي لي ميكسينج حتى اخفف البلد. احنا ليش احنا نضيف الهايم سولوشن اللي هو دليوتينج فلويد؟ يعني ما اقدر اجي اشوف العينة مالتي تحت الميكروسكوب، ما راح تبين عندي، فلازم اخففها حتى تبين عندي. هذا شكل البايبت، تشوفون طلاب هذا الستيم كله 1 يونت، وهذا عندكم الميكسينج تشامبر 100 يونت، التدريجة كلها 101. تشوفون هنا هاي بالصورة، هنا اكو تيست تيوب ببلاد بدأ يسحب البلاد يقول لحد ال 0.5 مارك، احنا ما عندنا تيست تيوب بلاد، كنا نسحب من الاصبع مالتنا. زين، بلو اوت كوارتر اوف ذا كونتنت تو ريموف ذا بيور ديلوتينج فلويد ان ذا ستيم، يقول شنو؟ اني من سحبت بلاد وراها شنو اشتحبت هاي السوليوشن وسويت له ميكسينج، تمام صار عندي هسه ميكستشر مالتي البرايفت. اجي على الخطوة اللي بعدها، شنو بدي اسوي؟ اريد انزل من هذا الميكستشر فد دروب على السلايد مالتي حتى اخليه بالمايكروسكوب وابدي احسب. زين، بس انا ايش راح اسوي؟ مو راسا انزل من هذا الميكستشر على السلايد، لا، يعني تقريبا ربع المحتويات راح اذبها، يلا وراها انزل دروب على السلايد مالتي،
ليش هاي المحتويات يعني بالبداية أذبها ليش؟ لأن أنا آخر شي سحبت، آخر شي سحبت الديليوتينج فلويد اللي باقي عندي بالستيم، فربما لو نزلت على مالتي السلايد ايش راح ينزل لي؟ راح ينزل لي صافي الديليوتينج فلويد اللي آخر شي أنا سحبته، وأنا هذا ما أريد. أنا أريد هذا المكسنجر اللي عندي واللي موجود بالميكسنج تشامبر، فأنزل شوية بعدين أستخدم الباقي. Prepare the counting chamber and cover it with the cover slip. Hold the pipette at 45 angle and touch its tip gently on the surface of the counting platform. Where it projects beyond the cover slip and a small amount of solution will be drawn under the cover slip. بعدها راح أجيب السلايد مالتي اللي هو بر تشامبر، طبعا بزاوية 45 زاوية مائلة. أخلي مالتي البايبت على التشامبر، أنزل دروب من هذا المكستشر اللي أنا عندي، أغطي بالكبر سليب. ليش أغطي بالكبر سليب؟ العينة مالتي ليكويد وأنا درد أشوفها بالمايكروسكوب، إذا لازم أغطيها بكبر سليب. بعدها place the new bar chamber on the stage of the microscope and allow 2 minutes for the cells to settle. بعدها راح اخذ مالتي النيو بار تشامبر واللي انا حاطه عليه كفر سليب، راح اخليه على الميكروسكوب افتحه حتى اجي اشوف. بس شو نسوي؟ انتظر دقيقتين. ليش انتظر دقيقتين؟ حتى الخلايا يصير فيها سيتلينج تستقر، بعدها يلا ابدي افتح الميكروسكوب وابدي احسب. هسه تقولون طلاب يعني هسه تقولون وين راح اخلي العينه مالتي بالضبط؟ بالسلايد بالنيوبر تشامبر. تشوفون هذا الجزء الدائري اللي عليه من اللي ضوء بالنص، هو هنا بالضبط انا راح اخليها في وسط السلايد، لكنه وين؟ مو بهذا الحزب بالنص، لا بهذا المربع الفوق او بهذا المربع الجوة. تشوف هذا صاير عليه مربع لون فاتح مثل الابيض، يا اما بهذا الفوق او بهذا الجوة، هو هاي المنطقة اللي تحتوي على المربعات بحساب الـ RBC. جيت أني بعد أن حضرت السلايد مالتي خليته وين؟ على الميكروسكوب. طبعا القوة اللي راح أستخدمها أقدر أستخدم الأربعة وأقدر أستخدم العشرة وأقدر أستخدم الأربعين. طبعا بالأربعة مش راح يظهر لي، راح يظهر لي النيوبر تشامبر كليته. من بعدين أحولها على العشرة راح تكبر عندي صورة السكوير اللي أنا أرد أحسب بيه. من على 40 هي أنا راح أستقر على 40 واللي راح أحسب بيها. خلينا نشوف هاي الصورة أول مرة. تشوفون هاي الصورة اللي على اليمين أو على اليسار هي نفس الشيء. هذا هو المربع شفت اللي قلت لكم عليه بالسلايد تحت الميكروسكوب، راح يظهر لي بهالشكل هذا. يحتوي على عدة مربعات كبيرة. أنا شغلي وين؟ شغلي وين؟ على هاي الفايف ميديوم سكوير باللون الأحمر، هاي اللي هي أربعة موجودة بالكورنر والواحد الموجود بالسنتر، هاي ميديوم سكوير نسميها. اللارج سكوير وينه؟ هذا اللارج سكوير اللي هو ضمنها المربع الأكبر. المهم أنا شغلي على دول الميديوم سكوير الخمسة. كل واحد من هذولا الميديوم سكوير ايش قد يحتوي؟ يحتوي على 16 سمول سكوير. كل واحد بهم يحتوي على 16 سمول سكوير. فلو قلت ايش قد كليتهم كم سمول سكوير، راح يطلع عندي 80. 80 من جتي؟ 16 في 5 80 سمول سكوير. خلينا نشوف هسه هذا الميديوم سكوير واحد من ذني المربعات الحمر، لو حطيناه بالعدسة قوتها 40 شو راح يظهر الشكل مالته؟ هيج حيظهر. تشوفون هذا واحد من الميديوم سكوير. هسه لو تحسبون السمول سكوير اللي داخله راح تطلع 16. زين هاي النقاط الموجودة شنية؟ النقاط الموجودة هي هاي الـ RBC. أبدأ أحسب.
تشوفون يعني اتجاه السهم بالضبط مثل اتجاه السهم، مربع مربع. اجي اول مربع احسب كم وحدة، 1 2 3، انتقلت كملت، علب صفة علب صفة، خلصت السطر مالتي انزل، كذلك احسب كملته انزل الى ان اكمل المربع كله بهاي الحركة الزجزاج حسب اتجاه السهم. هيك تكون عملية العد. اكو عندنا مرات يعني اشكالية، شو تصير؟ اكو تشوفون ار بي سي تكون على الحافة مالت المربع، زين هذا مثلا احسب هل هذا المربع لو ذاك، حتى يعني تفادى هذا التداخل شو راح نسوي؟ احسب الار بي سي الموجودة على الحافة العلوية واليسرى، يعني الضلع الايمن الفوق والايسر فقط، تمام؟ ليش؟ لانه اضلاع المربع يعني دا تشوفوها واحد متشارك ويا الثاني، اني ما اقدر احسب الار بي سي الموجودة على كل الاضلاع لانه راح تتكرر عندي، ففقط احسب المشتركة الموجودة بالضلع الايسر والضلع العلوي، واهمل الموجودة على الضلع الاسفل والضلع الايمن، تمام؟ ونمشي هيجي هكذا على بقية المربعات. زين، نجي على الكالكوليشن. شلون راح احسب؟ Count the number of the cell in 80 small squares located in 5 middle size square. طبعا ببساطة الكالكوليشن مالتنا عبارة عن خطوتين. الخطوة الأولى احنا بصورة عامة شنو نريد نحسب؟ الـ number of RBC per unit volume of blood. يعني شنو؟ ما دام انا راح احسبها per unit volume of blood احتاج ان اطلع الـ size of square اللي انا دا احسب بيه الـ RBC. الخطوة الأولى لازم أطلع السايز أوف سكوير، حجم المربع. زين، قانون حجم المربع احنا ماخذين سابقا اللي هو شنو هو؟ اللينث في الويث في الهايت، الطول في العرض في الارتفاع. تشوفون هنا عندنا أول خطوة هو بالتطبيق شو مسوين؟ 1/20 في 1/20 في 1/10. هذه مين جتي؟ 1/20 هاي طول الضلع مالت المربع مالتنا، وهاي ستاندرد يعني اصلا موجودة بالتشامبر، فهذا الرقم ثابت، هذا طول الضلع 1/20. زين، احنا نعرف انه اضلاع المربع متساوية، مو صحيح؟ اذا هذا الطول في العرض هو متساوي 1/20 في الارتفاع اللي هو 1/10. هذن كليتين ثابتات، ما تتشمبر ابدا ما تتغير. في 80 هاي مين جتي؟ 80 هاي number of small square كليتها، هذا الرقم ممكن ان يتغير، هذا حسب ما اطلب من عندكم اني. مثلا قلت لكم اريد تحسبوا لي السايز اوف سكوير، ركزوا طلاب هاي الخطوة هو دا احسب بها السايز اوف سكوير، هاي الخطوة الاولى. قلنا هذا كله ثابت، الطول في العرض في الارتفاع كله ثابت، هذا خاص بالتشامبر، شنو ممكن ان يتغير؟ فقط الرقم الاخير اللي هو النمبر اوف سمول سكوير اللي اني احددها لكم. مثلا طلبت اني اقول لكم اريد تحسبوا لي سايز او سكوير الواحد ميديوم سكوير، انتو ايش راح تضربون؟ تضربون في 16. ليش في 16؟ لأنه الميديم سكوير الواحد يحتوي على 16 سمول سكوير. زين، مثلا قلت لكم أريدكم تحسبوا لي السايز أوف سكوير مثلا 2 ميديم سكوير، إيش حسوون؟ 2 16، أوكي، اللي هي 32. أريد تحسبوا لي بالفايف ميديم سكوير، إيش تضربون؟ 16 في 5 اللي هي تطلع لنا 80. المهم بالنهاية هاي الخطوة هي تمثل لي the size of small square. إذا قلت لكم small square تخلون الرقم اللي أنا طالبته كما هو،
إذا جبت لكم ميديم سكوير تحولوه إلى سمول. شلون تحولوه إلى سمول؟ اضربوه في 16، لأن هو يحتوي على 16 سمول سكوير. تمام، هاي هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هو التوتال نمبر اوف سيل يساوي ال n في 50. شنو ال n؟ ال n هو العدد مالت ال ار بي سي اللي حسبته بالسلايد مالتي بالمايكروسكوب. مش قد طلعته مثلا؟ مثلا طلعت 25 خلية، اخلي 25 بدال n في 50. بس تقولون هاي 50 منين جتي؟ ال50 هي مقلوب السايز. هسه رجعنا هنا لهذا السلايد، احنا السايز ايش قد طلع لنا؟ 1/50 مليمتر مكعب. هاي الخطوة شو اسوي؟ مجرد اضرب ال n اللي هي قلنا عدد ال ار بي سي اللي طلعتها بالسلايد مالتي في مقلوب السايز. في مقلوب السايز ايش قد ما يطلع لكم السايز؟ تاخذون المقلوب مالته. تمام، هذا طبعا بيفور الديليوشن. after dilution اضربها في 200. 200 هو الديليوشن فاكتور مالتي، هذا ايضا ثابت. واضحة هسه صارت طريقة الحساب عندكم؟ فقط خطوتين، الخطوة الأولى تطلعون السايز اوف سكوير وحسب طلب مالتي. اطلب من عندكم العدد مالت السكويرز، يا اذا قلت لكم سمول سكوير تحطوه كما هو، اذا قلت لكم ميديوم سكوير تحولوه إلى سمول سكوير عن طريق ضربه في 16. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية التوتال نمبر عفوا هو يشمل لي ال n اللي هو عدد الخلايا طلعتها بالسلايد مالتي في مقلوب السايز اللي طلع لي بالخطوة الأولى في 200. 200 اللي يمين جاية هي ديليوشن فاكتور، هاي 200 أيضا ثابتة. وينتهي هنا يطلع لكم التوتال نمبر ال ار بي سي. تمام، هسه نجي للبرنسبل. البرنسبل اوف كاونتينج، ريد بلاد سيل كاونت از ذا نمبر اوف ريد بلاد سيل بير يونت فوليوم اوف هول بلاد. مثل ما قلنا الاساس مالتنا هو ان نحسب النمبر مالت ال ار بي سي بير يونت فوليوم اوف بلاد، ولهذا طلعنا احنا السايز. نجي على النورمال رينج للار بي سي، وهي ضرورية وجدا مهمة ان تحفظوها، لان حتى من تشتغلون وتعرفون النتيجة مالتكم هل هي نورمال لو لا. بالنسبة للنيو بورن من 4.8 الى 7.2 مليون، بالادلت عندنا الميل يختلف عن الفيميل. الميل حيكون طبعا اكثر اللي هي من 4.9 الى 5.5، الفيميل 4.4 إلى 5 وهكذا. The pregnancy طبعا slightly lower than normal adult value. طبعا دائما the pregnant woman يكون ال RBC count مالتها شوية أقل، لأنه عندها يعني baby ويستهلك ال blood مالتها فيكون أقل. وهاي نسبة children. نجي على الـ medical considerations، الـ pathological condition المتعلقة بالـ RBC counting. عندنا مصطلحين اللي هي البوليسايثيميا والأنيميا. البوليسايثيميا هي إلها علاقة شنو؟ من تكون الـ RBC أكثر من النورمال رينج، نسميه هاي الحالة بالبوليسايثيميا. Is a disease of unknown origin that result in the abnormal increase in the red blood cell due to overproduction of red blood cell in the bone marrow, not caused by physiological need. Primary polycythemia vera, while secondary polycythemia vera occur in response to hypoxia. يعني هي حالة زيادة إنتاج الـ RBC، وطبعا كنا نعرف الـ RBC هو مين يعني ينتج من البون مورو. فطبعا اللي هي إذا دفك عندنا بالبون مورو نفسه فهي طبعا نسميها برايمري بوليسايتيميا. أما إذا عندنا سبب آخر مثلا نتيجة الدراج، نتيجة مثلا هايبوكسيا، نتيجة حالة معينة وأدت إلى الزيادة، نسميها سكندري.
السكندر يعني أسباب ثانوية، مو السبب الرئيسي بالمكان اللي تنتج من عنده، لا أسباب ثانوية أدت إلى زيادة الـ RBC، نسميها هاي الحالة الـ secondary polycythemia. الحالة المعاكسة اللي هي أنيميا، وكنا نعرف شنو الأنيميا، هي معناتها أنه أتقل عندنا الـ RBC counting أقل من الـ normal range. الأنيميا is a general term that refers to a decrease in red blood cell. Anemia can occur from either a decrease in the number of red blood cell, a decrease in the hemoglobin content, or both. طبعا الأنيميا هي مو بشرط أن يكون الـ RBC قليل، هو طبعا في حال أنه الـ RBC قليل هي سرعة دي أنيميا، لكن اكو حالات نلقى الـ RBC ضمن النورمال رينج لكنه عنده انيميا. ليش؟ نتيجة الهيموغلوبين اللي داخل الـ RBC مرات هو اللي يصير لي نقص، في اما نتيجة نقصان الـ RBC count او نقصان الهيموغلوبين الموجود داخل الـ RBC او both. الأمر ذا normal RBC can result from a number أسباب الأنيميا، مثلا ماسب RBC loss، مثلا واحد تعرض لحادث وصار عنده نزيف قوي يصير عنده أنيميا، أو abnormal destruction ال RBC نتيجة مثلا إشعاعات، نتيجة أدوية، نتيجة أمراض. lack of substances needed for RBC production، مثلا عندنا ايرون، مثلا واحد من يصير عنده نقص حديد يصير عنده انيميا. ليش؟ انه هو طبعا الحديد يدخل بالار بي سي برودكشن، عندنا فوليك اسيد، عندنا فيتامين بي 12، كل هذا صار فيها نقص الشخص حيصير عنده انيميا. كيموثيرابي او راديشن سايد افكت، ليش دائما هذول اللي يصير عندهم مثلا كانسرز يستخدمونهم الراديشن كيموثيرابي يصير عندهم انيميا؟ لانه هاي كلها تحطم البون مارو، والبون مارو هو المسؤول عن انتاج الار بي سي، بالتالي يصير عندهم انيميا. هاي كان ديتشو باثولوجيكال كونديشن. اما هنا النورمال فيزيولوجيكال كونديشن، في حالات معينه يصير مثلا عندنا اختلال بالار بي سي كاونتينج. A normal physiological increase بال RBC count occur at high altitude or after strenuous physical training. احنا هاي حاجيها سابقا، الاشخاص اللي هم يعيشون بالمرتفعات طبعا يكون ال RBC counting يكون اعلى من عندهم، هاي مو نتيجة حالة مرضية وانما هاي physiological adaptation، لانه الاكسجين يكون قليل فالجسم يحتاج الى انتاج كمية اكبر من ال RBC حتى يعني يحمل أكبر قدر ممكن من الأكسجين. وكذلك حتى بعض التمارين الرياضية القاسية هم تحتاج إلى نسبة أعلى من الأوتو، فالجسم يعني يصير بي أدابشن فيزيد الإنتاج مالت الـ RBC. أكو عندنا بعض الأدوية دراكس جنتامايسين مثل دوبا have been associated with increasing number of RBC. كذلك السموكرز، لو نشوف واحد شخص مدخن وشخص غير مدخن ونجي نحسب لهم الـ RBC، نشوف المدخن تكون الـ RBC مالته أعلى. ليش؟ لأن يعني دائما نسبة الأكسجين تكون عنده قليلة، فالجسم يحاول أن يعوض هذا النقص ويزيد من الـ RBC production. طلاب يعني لحد هنا انتهى المختبر مالتنا. أكو أحد عنده سؤال؟ طبعا أنصحكم أنه تتابعون الفيديو الموجود أكثر من مرة اليوم قبل ما تروحون يعني إن شاء الله المختبر وتشوفون التجربة، حتى تقدرون تفهموا أكثر وتجون رأسا فاهمين. سؤال دكتورة، ليش نضرب في مقلوب السايز؟ طبعا هي هاي الخطوات مالتها، اذا تحبون يعني انزل لكم يعني بالتفاصيل شلون طبعا عدة خطوات الى ان وصلنا الى الخطوة الاخيرة اللي هي نضرب في مقلوب السايز. يعني هي معادلات كثيرة تم الاختصار الها
بالتالي انه يعني الخطوة الأخيرة هي في مقلوب السايز، هي المعادلة هيك، هذا قانون يعني احنا مو كيفنا. فهو كمختصر لكم الخطوة الأولى والخطوة الأخيرة، الخطوة الأولى السايز والثانية هو مقلوب السايز في النمبر. وإذا تحبون أنزل لكم فيديو تفاصيل اللي شلون يصير الحساب بمعادلات كاملة، يعني هو قانون ثابت. زين، طريقة الحساب اليدوي بالسلايد، يعني هذا المربع اللي قلت لكم انتو عليه الموجود، هو قلنا ميديوم سكوير، وكان يتألف من 16 سمول سكوير، وموجود الار بي سي قلنا نحسب وحدة وحدة، مربع مربع، ومن يخلص السطر ينزل، وحسب اتجاه السهم اللي قلت لكم عليه زجزاج، يعني فقط مجرد تعدون كم خلية موجودة بكل مربع وتجمعوها. طبعا الميديوم سكوير حسب الطلب ما تكون تقولون نحتاج ان نحسب كل الميديوم سكوير، لو حسب الطلب، لا حسب الطلب، اقول لكم حسبوا لي الميديوم سكوير واحد، تسوون الكالكوليشن مالتكم والحساب حتى بالسلايد على واحد اثنين ثلاثة، هاي حسب الطلب. سؤالكم الحجم هو الطول في الأرض في الارتفاع، ليش دا نخلي كسر واحد على الطول وواحد على الأرض وهكذا؟ طبعا هذا مو كسر، واحد على 20 في هذا مو كسر، احنا خالي هذا طول الضلع مالت المربع هو 1/20، تقدرين تقسميه وتطلعي بالبوينتات، يعني هذا ثابت ستاندر مالت الشمبر، يعني مو احنا مقسميه، هو طول الضلع 1/20 والارتفاع مالته 1/10. حسب ان شاء الله بالمختبر من تشوفون الشمبر شيلوه اقروه، موجود طول الضلع مالته والارتفاع عليه مكتوب. زين، السؤال مالتكم عيدي ملاحظ الخلايا لما تكون مشتركة بين مربعات اثنين. زين، هو طلاب يعني احنا من نجي نحسب، انتو شفتوا هذا الميديوم سكوير يتألف من سمول سكوير، قلت لكم تحسبون مربع مربع كم خلية بيه، وماشي الحال، كملت هذا السطر نزلت، كملت السطر الجوا نزلت، إلى أن كملت الميديوم سكوير كله ماتي، ما عندي أي إشكال، بمجرد دا أحسب وأجمع. شنو الإشكالية اللي ممكن أن تصير عندي؟ مرات أكو خلايا تصير على الضلع مات المربع، زين أني حسبتها للمربع الأول، من جيت على المربع اللي بصفه هم أرجع أحسبها إليه، مو صحيح؟ فحتى ليصير هذا التداخل، فقط الخلايا الموجودة على حافة المربع، الضلع اللي هي لا محسوبة على هذا المربع ولا محسوبة على بصفة اللي نقول عليها محيرة، هاي شو أسوي؟ أحسب فقط الموجود وين؟ على الضلع الفوق والضلع الأيسر، يعني إذا عندي خلايا محيرة موجودة أحسبها فقط الموجودة على الضلع الفوق والضلع الأيسر. أما إذا كانت عندي خلايا محيرة موجودة على الضلع الأسفل أو الأيمن أتركها ما أحسبها حتى أمنع التداخل. بعد شنو عندكم سؤال؟ عفوا، بعد طلاب شنو عندكم سؤال؟
أنصحكم أن تشوفون الفيديو قبل لا تجون تسوون التجربة بالمختبر، لأن هواية راح يوضح لكم.